أحسن الله إليكم، علمنا أننا مؤاخذون بما نقول بألسنتنا، هل نحن مؤاخذون بما نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا؟ نعم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فالذي يستمع للحرام يؤاخذ، والذي يتكلم بالحرام يؤاخذ، والذي ينظر إلى الحرام هذا مؤاخذ ومحاسب على ذلك يوم القيامة. فاحفظ لسانك، واحفظ سمعك، واحفظ بصرك عن الحرام، وإلا فأنت في خطر عظيم إذا أهملت هذه الحواس، فإنك على خطر عظيم أنه تجني عليك آثاما ومعاصي، وربما تؤول إلى الفساد والانسلاخ من الدين. إذا تساهلت في هذه الأمور ربما في النهاية تخرج من الدين نهائيا ويفسد قلبك والعياذ بالله. نعم.